ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا المواطنين واش في اخبارهم. قرار ديال الحكومه يعني منع الحفلات في ليله راس السنه ومن وراء 11 غيديروا الحظر التجول. الا بغيتوا تعرفوا الارتصامات ديال المواطنين خليكم معنا بكل تواضيع. استاذي كي جاك القرار ديال يعني منع الحفلات في ليله راس السنه ومن وراء 11 الحظر التجول؟ وانا بالنسبه لي هذا زعما قرار صائب وفي محله، لان لا سبب هذا نشر هذا الوباء راه هو تجمعات وهذا، لان خصنا حنا نحافظوا على هذا سميتو، لان هذيك الليله راه شويه كتكون صعيبه، وملي كتكون صعيبه راه خصنا حنا ناخذوا جميع الاحتياطات، لان هذو من المناسبات اللي حنا مازال المناسبات الاخرين ما كاين حتى شي مشكل، ولكن هذا خص الانسان يصبر، لان هذه الليله كاين الناس اللي غادي يبقى فيهم الحال وهذا، ولكن ماشي مشكل، لان غير مساله ديال الصبر. هذه الليله زعما اللي غادي تفوت الا فاتت ليله وغادي نعيشوا حنا واحد الوضعيه وبائيه خطيره، راه زعما هذا الشيء غير مقبول. الحكومه زاجيه الشكر ملي منعاته، لو ما منعاتوش غيولي يطيح اكثر من النيط مع هذا المرض اللي كاين دابا، والناس ما كتحترمش التباعد وما كيديروش كمامه، وفين غنديروا راسنا نمشيو ندخلوا لي بواط نشطحوا ونجيبوا المرض؟ عندنا سبيطارات، عندنا الانعاش فيه العدد اللي غيكفي، ما كاينش. اللهم قال لك اللهم قاصح، كيفاش كيقولوا قاصح ولا كذاب. حنا حسنا الشرف ملي خرجت القرار خرجت فيه بحال هكا مزيان باش ما يكونش المرض، راه الا كون خلات مطلوق راه غادي والله العظيم ما يجمع لك المرض اللي هنايا. دابا شوف حنا مضاربين مع كوفيد الاولى والثانيه، باقي ما الناس ما كيديروهاش، وزدنا الثالثه وما باقي ما بغيش يديروه، ما كيديروا لك ماما لا والو. انا راه كنهضر معاك، راه اسمع يا كمامه، غير ملي كنكون غادي بوحدي ما كنديرش الكمامه ديالي، ومع كامل الاحترامات ديالي للاخوان ها الكمامه، تانتوما تنطلب منكم ديروا الكمامه ديالكم وديروا التباعد، ولا لقيتوا شي شباب هازين الميكرو بحال هكا غيسولوكم تعاونوا معاهم كما عاونونا الناس الاولين. حنا عاوننا عبد العزيز شيال استوديو 5 الله يرحمه ويوسع عليه ديقة القبور، خلانا رجال وصلوا دومين، ولكن كنطلبوا منكم ديروا الكمامه والقرار اللي خرجت به الحكومه مزيان. ارفعوا لهم القبعه باش ما يكونش طيح اكثر من النيط، داكشي بكل تواضع بكل تواضع نرفعوا لهم القبعه. شكرا تحيات. شكرا شكرا. انا ضد اخويا. وعلاش ضد خويا؟ يحرمونا من احتفالات بحال العام اللي فات والعام اللي قبل. او باغا تنشطي؟ باغا نشط. باغا تشطحي؟ باغا نشط في الدار. في الدار هاد العام في الدار، هادشي اللي قرروا. يعني ما تخرجيش برا؟ لا ما نخرجش. لا خرجتي مورا 11 مشيتي فيها؟ مشينا فيها بكل تواضع بكل كل شيء. تحيات. شكرا. ما الحاجة تتخذها الدولة إلا زعما كاين سبب، ربما غير التربية ديال المجتمع باش يبقى زعما داخل حفلات وداخل منازله وداكشي السيتواسيون. يعني أنت مع قرار ديال الدولة؟ قرار الدولة ولا ما الدولةش، أما أحسن تسهر في دارك ولا تسهر على برا. يعني أنت تفضل تسهر في دارك وما تسهرش برا؟ تسهر في دارك برا بعد مرة تكسب سنان ما ولاش حاجة. مرة برا مرة لداخل. مرة برا. بكل تواضع. أنا معاهم لحقاش، أنا فرس العام واخا ما يكونش الحجر ما كنخرجش، أصلا الإنسان يتفادى الصداع. هذا ما كان. يعني أنت ما كتخرجيش في راس العام؟ لا نجام ما كنخرجش. أنت مع القرار ديال الحكومة؟ مع القرار ديال الحكومة. بكل تواضع. بكل تواضع، وحنا على راسنا أي قرار. مع الحكومة، علاش؟ لأن ولا واحد المرض جديد. والحكومه دايره واحد البرنامج ولا واحد الطريقه باش يمكن لهم يحاولوا باش يتلافوا هذاك المرض. لهذا قالوا بان ما تكونش الحفلات في سمي، لان الحفلات في راس السنه كتكون كثيره، كتكون في لوطيلات، كتكون وكتكون ديك التجمعات وكيكون طايح اكثر من النيط. لا، التجمعات كتكون كثيره بزاف، وداك الشيء في سميتو في لي زوطيل، في سميتو في الفنادق، بزاف ديال الحوايج. لهذا هما بغاو يتلافوا هذاك الشيء. لهذا الانسان الا بغى يدير الحفل ولا شي حاجه يديرها في المنزل ديالو مع العائله ديالو، ها هو نظلم. يعني انت مع قرار الحكومه؟ مع القرار بكل تواضع. الحكومه لان انا من بكري الحمد لله احنا مع الحكومه، اي قرار اللي تيجي مصلحه المغرب ومصلحه البلاد احنا معاها. السلطات راه شايفه بان الحالات غادي ان كاين مازال الحالات، هذا الوباء كاين، وحنا السلطات المغربيه راه خدت قرار زعما بان عارفه اش كاين، عارفه الوباء باقي وهادشي. حنا دائما مع القرارات ديال الحكومه، مع هادشي اللي كانت مصلحه المغرب ومصلحه البلاد حنا معاها. والناس اللي باغيين يسهروا وباغيين ينشطوا اش غتقول لهم؟ يسهروا فين غيمشيو؟ شوف البلاد هي الاولى احسن من كل شيء، هادشي
احسن من النشاط. المهم البلاد خصها حتى يرجع الاستقرار ويرجع تكون السلامه الحمد لله البلاد. هذا الشيء عاد ديك الساعه بنادم اللي بغى يحتفل يحتفل بكل تواضع.